حسن أبو الروس يثير الجدل من جديد بسبب ظهوره في مسلسل ريفو. أكد أن هذا الدور سمح له بتقديم أكثر من شخصية في نفس العمل. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل الشخصيات التي قدمها حسن أبو الروس في مسلسله الجديد ريفو. أجرى حسن أبو الروس مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وكشف عن تفاصيل مسلسله ريفو. شبه حسن أبو الروس نفسه بطبيب أمراض النساء الذي يتمتع بخفة ظل، وكشف أن شخصيته الحقيقية تتحلى بالكوميديا، وهذا ما كان السبب لتقديم الأعمال الكوميدية. أعرب أبو الروس عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على دوره في ريفو، وأكد أن هذا العمل أتاح له الفرصة لتقديم شيء مختلف وجديد على جمهوره. تعلم أبو الروس العزف على العود لإجادة الدور الذي قدمه، كما تعلم أيضاً طريقة تأدية الأذان من الشيخ حسن الإمام. حسن أبو الروس اعتاد إثارة الجدل في كل ظهور له، فانتشرت حوله شائعات كثيرة أهمها ارتباطه بدينا الشربيني وانفصاله عن زوجته. دينا الشربيني خرجت بنفسها ونفت الأمر تماماً وقالت إنهم أصدقاء وزوجة أبو الروس صديقتها أيضاً. ينتقد الكثيرون أبو الروس بسبب إطلالته الغريبة في المهرجانات الفنية، حيث يرتدي ملابس غريبة على المجتمع المصري. يبرر ظهوره الغريب دائماً بأنه يبحث عن الاختلاف في كافة أموره. قدم أبو الروس السينما مجموعة من الأعمال أهمها الماء والخضرة والوجه الحسن ومن ظهر الراجل وقبل زحمة الصيف. كان له العديد من المشاركات في المسرحيات العالمية أيضاً، حتى إنه شارك في مهرجان أفينيون. لكن شهرته الحقيقية بدأت عندما شارك في ميت ويش مع نيلي كريم وآسر ياسين، واستطاع خطف الأنظار بدوره الكوميدي المميز. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.